ديالو في الخطابات ديالو كيدعي الامه ديالو كيدعي الشعب المغربي انه يمشي في السلم ويمشي في السلام. الدرجه اللي ما كتصورش على البلغه البارح حطيت جوج شكايات على وحدين كيديروا مشاكل كيديروا المخزن البارح جوج شكايات تحطوا في جديده هما كاين ما متبعينش هادو مشاو سريا مشاو غير وشايات جوج تحطوا على قبل البوليس وعلى قبل السلطه المحليه وعلى قبل القضاه. تفضلوا مشكورين تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. احنا هادشي كنديروا واجب هذا واجب وطني احنا فرحانين باش لا لا عندنا غرض حنا لا بالشكر لا بشي حاجه عندنا واجب وطني جينا نديروا انتما صالح احنا كنت انتما كتجيو كديروا انتما خدمتكم الله يجازيكم بخير غير هو الخدمه لا ما تحاملش عليكم انا ما تحاملش غير هو خص يكون واحد التبادل بيناتنا دابا انا ملي غتشوفني مثلا غتعرفني ما جيتش باش ندير المشاكل وندير الصداع انا جاي غير بغيت نعبر على شي حاجه كاينه في قلبي بغيت نخرجها وجيت باش نخرجها بوقفه سلميه ها هو الدليل انها وقفه سلميه هذه حنا ما جيناش باش نضاربوا ولا وزيدوا المشاهد ديال المره الاولى كنديروها ماشي المره الاولى راه من 2007 ملي دخلت من الميريكان وانا كندير هذا الشيء كنديروا فابور بلا فلوس تحدى شي اداره عمر عطاتني شي ريال تحداها كما كان نوعها سواء جهاز كبير ولا جهاز صغير ما عمر شي اداره ما عطاتني فلوس حتى فلوس المازوط والله ما كيعطيو ليا انا كندير كلشي كنديرو من جيبي ها هو البوندرو حنا كنصاوبوه من جيبنا كنصاوبو البوندرول باش غدا هو الاول كنصاوبوه من جيبنا ما عمرش اداره ما كتعطيني الرايه ما عمري ما مشيت عند الباشا قلت ليه عطيني الرايه ولا قيد ولا هذا كنمشيو نشريوها حنا اللي كنشريو الرايات شوف اسي ولكن في الاخير خص يكون تبادل ديال انتما تعرفونا حنا السلميين عارفيننا كلشي كيعرفنا الاجهزه راه كيعرفونا حنا السلميين جينا راه غنديروا داكشي اللي عطى الله غنديروا وغنمشيو بحالنا ما غنشدوا صداع ما سي الخراف راه حضر معنا جدك لا السيد راه حضر معنا حد ما عايرنا حد لا شوف سي مصليح تم مع التواجد ديالكم سي مصليح هذا حنا المغاربه دائما معروفين هذا واجب راه هما داروا خدمتهم هما داروا خدمتهم الله يجازيهم بخير هذا واجب غير هو خص يكون تبادل ديال انا نتبادل مع القضيه ديالنا شوف ما كاينش السي الخراف كيدفعني عرفتي ماشي كيدفعني راه بحال حط عليا ما عرفتش شنو الدار ما كاينش ناس خرب موقف صافي خلينا باش نمشيو شكرا على الحضور ديالكم شكرا على الحضور ديالكم كما انتم كتخافوا على البلاد حتى حنا كنخافوا على بلادنا يلا يلا شو فيها مادام كاين محمد السادس على راس الدوله لان واحد الملك حكيم ورازين ومسالم ولا كنشوفوا هذا الرئيس ديال على اننا ندوزوا رسائل اي دوله من الجزائر لانه مغاربه نحبوكم وعينا بغيناكم كنقول الشعب الجزائري المشكل في القضاء الله يدير راه كيقلب واحد الفيديو شي واحد يعين علينا الاصلاح ديالو الوليات اللي باقي تما يجي للمغرب باش ندفنوه باش العائله ديالو ترتاح الجزائري الشعب الجزائري يثور فاس الله لان هذو وليداتهم تا هما اللي قتلوا احنا نساء احنا عائله. اسمع اخويا بالنسبه لهم هما شدوني شي 10 ايام جزائريين وحنا تما في السعيديه وسلموهم لهم هما احنا سلمنا لهم ديالهم هما